في إطار مساعي وزارة الصناعة والتجارة الهادفة إلى تبني وتطبيق أحدث النظم العالمية لتعزيز المهنية والجودة في أداء الموظفين وتقديم خدماتها وفق أعلى المعايير العالمية والتي تأتي ضمن برنامج الحكومة، أقيم صباح اليوم حفل توقيع مذكرة التعاون بين وزارة الصناعة والتجارة ومعهد الإدارة العامة بيبا. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة انتصار عبد العال سفير الابتكار الحكومي. مساء الخير سعادة الأستاذة، وبداية يعني لو تحدثين عن أهم أبرز مجالات التعاون التي تضمنتها مذكرة التعاون بين وزارة الصناعة والتجارة ومعهد الإدارة العامة بيبا. مساء الخير عليكم جميعا. مذكرة التفاهم اللي تم توقيعها اليوم بين سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والدكتور رائد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة كانت تتضمن مجالات كثيرة للتعاون، من أبرزها المجالات المتعلقة بالابتكار الحكومي واللي تمثلت في تبادل الخبرات والتدريب والدعم اللازم لتنمية القدرات والمهارات التنافسية في مجال الابتكار الحكومي بين موظفي وزارة الصناعة والتجارة. نعم. إلى جانب ذلك التعاون بين الجانبين في تنظيم وإدارة الفعاليات والأنشطة الابتكارية مع المشاركة في رصد وتوثيق التجارب والبحوث في مجال الابتكار الحكومي، وأهم نقطة هي جانب أيضا نشر ثقافة الابتكار المؤسسي بين موظفي وزارة الصناعة والتجارة من أجل تفعيل مفهوم الابتكار الحكومي والعمل عليه كثقافة مؤسسية فاعلة. نعم، طيب يعني ما هي أهم المستجدات بشأن برنامج الابتكار الحكومي لوزارة الصناعة والتجارة خاصة بعد تدشينها بشكل رسمي في شهر يوليو من عام 2021؟ طبعا نفذت الوزارة وزارة الصناعة والتجارة على مدى عام كامل من يوليو 2021 إلى 2022 حزمة من البرامج والمحاضرات التوعوية المعنية بمفاهيم وأدوات الابتكار الحكومي. شارك فيها 72% من موظفي وزارة الصناعة والتجارة المهتمين بالابتكار الحكومي. لا. أيضا تم تصميم فريق عمل متكامل للابتكار الحكومي داخل الوزارة يغطي جميع القطاعات بمختلف المستويات الوظيفية، ويقدر طبعا عدد الموظفين 30 موظف مع سفير الابتكار الحكومي بالوزارة. الغرض هو تشجيع أكبر فئة من الموظفين على اقتراح الأفكار لتصميم الخدمات الحكومية وإبداء الحلول اللي تساهم في تطبيق تغيرات جذرية ابتكارية على منظومة العمل الحكومي داخل الوزارة. نعم الأستاذة انتصار. نعم. وأيضا أطلاق مشاريع مستقبلية تعتمد على تفكير قائم على الثوابت والقواعد وليس مبني على ردات فعل نتيجة للأزمات. نعم أستاذة انتصار عبد العال سفير الابتكار الحكومي، شكرا جزيلا لك.